السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي في قناه زين المبار. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الحريشات من السمين بالزيتون والزعتر، تيجيو لذاذ بزاف. فتابعوا معايا المقطع ديال طريقه التحضير. ما تنساوش الا كنتو جداد تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد كل يوم، كتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهاد الحريشات غادي نحتاجوا اليوم على بركه الله 500 غرام من السميد الناعم، سميده رقيقه ما يعادل واحد ربع كيسان ديال العنبه. غادي نحتاجوا كيس من خميره الحلويات، كوب الا ربع ديال الزيت مخلط مع الزبده، غتعطيكم تقريبا واحد 120 مللتر. غادي نحتاجو 250 مللتر من الحليب اللي تيكون حراره الغرفه، حبات ديال البيض، القليل من الملح، القليل من الزعتر التنسيم، ثم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وغادي نحتاجو شويه ديال الزيتون مقطع كيف ما كتلاحظوا. هادو هما المكونات اللي عندنا. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. بالنسبة للطريقة، فكناخدو السميدة كنضيفو ليها الملحة، ثم كنضيفو الخميرة الفورية، القليل من الزعتر، أنا عندي الزعتر هنايا، غادي نضيف داك الكاس ديال الزبدة والزيت لي مخلطين، 80 غرام 80 غرام، 80 غرام زبدة و 80 غرام زيت. غادي نخلط هاد المكونات هي اللولة، عاد غادي نضيف البيضة والحليب. بسم الله، كندخلو ديك الزبدة والزيت غير بالأصابع ديالنا في السميدة. هنا كما كتلاحظو، من بعد ما دخلت الزبدة والزيت في السميدة ضفت الحبات ديال البيض، وغادي نضيف دابا الحليب، وديما تنخلطو غير بالأصابع ديالنا. جاتت ليا تقريبا واحد الرابعة ديال الحليب، 250 مليلتر من الحليب. غادي نضيف كيس من خميرة الحلويات. من بعد ما ضفت الحليب كيف ما كتلاحظوا معايا، غادي نخلي الخليط يرتاح مده 20 دقيقه ونتلاقاو ان شاء الله. هنا من بعد ما ارتاح مده 20 دقيقه كنضيفوا ليه دوك الزيتون اللي قطعناه قطع رقيقه، صافي تنخلطوا. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله بالاستعانه بشويه ديال السميده. غادي نشكل منها كريات اللي كتكون يعني تساوي حريشات يكونوا صغار. هنا كما كتلاحظوا معايا كنشكلوا منها كريات اللي كتكون متساوية، تكون يعني قياس واحد. نتوما صغرو او كبرو على حساب اللي بغيتو. انا دابا درت المقلة كتسخن باش ندوز على بركة الله نبداو نطيبو. هنا كما كتلاحظو معايا كندير واحد المقلة وكنبداو نسخنو فيها، يعني تا كتسخن مزيان عاد كنبداو نحطو في الحريشات ديالنا. انا حاولت نقادهم هكا، اللي ما عندهاش كدير غير شي يعني غلقة ديال شي بواطا اولا، وكتبدا تعبر بها وتقرص بها بحال هكا الحريشات ديالها باش يجيوها مقادين. هانتوما انا غادي نبدا نقلب فيهم، وديما العافيه كتكون متوسطه حتى مهيله، يعني قد ما طابوا على المهل قد ما يعطيكم نتيجه اللي هي مزيانه. الحريشات ديالنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي، من بعد ما طيبناهم تنقدموهم مع بريري تاعتي، تيجيو لذاذ لذاذ بزاف. هانتوما غادي نقسم معكم حدا باش يبان لكم كيف تيجيو من الداخل. لاحظوا معايا اخواتي تيجيو رائعين جدا، كنتمنى ان شاء الله انكم جربوهم ونالوا اعجابكم. الى عجبكم بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد. خليت لكم رحيله، حلقه مقبله بحول الله.